هيثم السعيد، كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. بنبارك اكيد النهارده لرجال كره اليد بالنادي الاهلي مجهود اكثر من رائع الحقيقه، وبنتمنى ان شاء الله الاستمراريه بهذا الشكل وهذا الاداء. انا معايا الحقيقه واحد من نجوم النادي الاهلي، كابتن مصطفى خليل، اللي برحب بيه في البدايه. مجهود كبير الحقيقه كابتن مصطفى بالنسبه للمباراه وبالنسبه للتحضير، لكن بشكل عام شايف الموسم ازاي من البدايه؟ المنافسه عامله ازاي؟ هل في اختلاف عن المواسم الماضيه بالنسبه لقوه المنافسه النهارده؟ اهلا بيك. طبعا في الاول الحمد لله على المكسب، وبشكر الجهاز والفرقه بتاعتنا على الروح وعلى الاداء وكل الحاجات دي. طبعا بالنسبه للمنافسه، المنافسه كده كده طبعا قويه، في فرق كتير قويه، نادي الزمالك، نادي الجيش، نادي سبورتنج، فكده كده الدوري ولا بيخلص من اول ماتش ولا بيخلص في نص الموسم ولا اي حاجه، فاحنا كده كده مكملين ادائنا روحنا وان شاء الله نكسب يعني. خلينا من الخبرات الكبيره الحقيقه في كره اليد وليس للنادي الاهلي، دورك مهم زي دور اسلام الحقيقه كقائد للفريق. عندنا توليفه مميزه، عندنا شباب وعندنا خبره وعندنا جهاز فني على اعلى مستوى، شايف التوليفه دي مساعدانا ازاي الفتره دي يا مصطفى؟ هي التوليفه طبعا من احسن التوليفات اللي موجوده، ودي مساعدانا دلوقتي. انت بتجمع بين الخبره والشباب، الخبره ان هم بيقودوا الناس اللي معاهم بينقلوا خبراتهم ليهم، والشباب اللي هو الحماس والسرعه والكلام ده كله، وفي نفس الوقت حاجه كويسه للمستقبل للنادي الاهلي والهاندبول عامه في النادي الاهلي. إضافة مميزة الحقيقة كابتن أشرف عواد إنه يكون متواجد في الجهاز مع الخبرات الكبيرة للكابتن طارق محروس، الجهاز الفني وتحضيره بيبقى لكم إزاي؟ والجانب النفسي مهم جدا يا مصطفى، لأن بيأثر بشكل كبير جدا مع اللاعب. طبعا الجهاز الفني بقيادة كابتن طارق وكابتن أشرف، بعد آخر تعادل مع نادي سبورتنج عرفوا يلموا الناس ويأزروهم ويعلوا روحهم المعنوية، وده من النهارده الماتش الحمد لله عملنا سكور جامد وعرفنا نأدي أداء اللي هو المفروض الطبيعي بتاعنا يعني، فكان ليهم دور كبير طبعا. سألتك ايه الجمهورنا اللي بيساند وبيدعم ومنتظر منكم كتير جدا الفتره الجايه مصطفى، لكن هو التوفيق ان شاء الله بيبقى معانا، الامور بتختلف، حابب تقولي لكل جمهور النادي؟ بقول للجمهور يعني خليكم معانا وساندونا، واحنا ان شاء الله مش هنقصر وهنعمل اللي نقدر عليه ونساعدكم ان شاء الله. شكرا شكرا. بنشكر اكيد نجم نجوم النادي الاهلي الحقيقه مصطفى خليل على هذه التصريحات، مجهود اكتر من رائع الحقيقه كابتن هيثم. بنتمنى ان شاء الله باذن الله استمراريه فريق النادي الاهلي وكل الحقيقه العاب مختلفه، الطائره، كره السله، كره اليد، ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي في سلسله الانتصارات، ومنها ان شاء الله الحفاظ والتتويج على لقب بطوله الدوري. لكن في هذه اللحظات عود للاستوديو من جديد والكابتن هيثم السعيد. كريم احمد شكرا جزيلا، لقاء مع كابتن مصطفى خليل من ارض الملعب، بشكرك على هذا اللقاء. كابتن يحيى يمكن معلش هنروح للملعب لان طبعا مهم جدا نقرب اللعيبه ونعرف ارائهم، وخلينا نروح تاني لنورهان طمان ولقاء مهم واستكمال اللقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين. اتفضلي نورهان. يا مساء الخير عليكم مشاهدينا، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا بنبارك للنادي الأهلي فوزه المستحق على البنك الأهلي النهاردة، وإحنا هنا من أهلي الجزيرة. طبعا معانا عبد الرحمن حميد أحد نجوم المباراة وحارس مرمى الفريق. مبروك يا عبد الرحمن، ويعني كلمنا النهاردة عن الماتش. الله يبارك فيكي. طبعا الماتش كان كويس، تجهيز كويس قوي للفتره الجايه، ماتشات مهمه، لعب الجيش، لعب الزمالك، ممكن الدور الاول خلص ونلعبهم تاني. فرقه البنك الاهلي فرقه كويسه، او اي فرقه بتخش السته الكبار بتبقى فرقه كويسه. احنا الحمد لله بدانا من الاول جامد، فالماتش مش سهل الحمد لله. انت النهارده ما كنتش حارس مرمى بس، احنا شفناك سجلت، يعني دور حارس المرمى في كره اليد مختلف كتير عن العاب عن اخرى، كلمنا. لا طبعا زي ما انت بتقولي الجون هنا يعني ممكن يبقى 70% من الفريق، انت لو الجون بتاع الفرقه شايل ومركز هيفرق جدا مع الفرقه، هيمنع الاجوان انها تخش وتبقى سهل، ومدي ثقه للفرقه ان هي تفرق وان الماتش يبقى سهل بس. فالحمد لله ان ربنا كرم النهارده. انت من ابناء النادي الاهلي، ازاي بتتعامل مع فكره انه يعني احيانا بيبقى الناشئ او اللاعب الصغير بيبقى عايز يخرج من الاطار ده، ان هو يبقى بيتعامل عن هو لاعب فريق اول، صح كده؟ كلمنا بقى عن التحول ده في حياتك. لا انا الحمد لله بقى لي يعني يعتبر 3 سنين مع الفريق الاول، وانا دلوقتي عندي 22 سنه او يعني بقى لي 4 سنين كمان، فدي فرقت معايا ان انا من وانا صغير كنت بطلع معاهم، فتعودت عليهم واتعودوا عليا، وبقى الموضوع بالنسبه لي اسهل من ان انا اطلع اول سنه كده جديد عليهم يعني. ففعلا هي بتفرق، والحمد لله وجودي معاهم من بدري ده فرق معايا كتير يعني. عارفه ان انت كنت بتلعب كوره؟ اه صح صح. طيب يعني طبعا بنبارك لك يا عبد الرحمن، وان شاء الله في مزيد من النجاحات والتفوق مع النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا شكرا. ده كان لقائنا مع عبد الرحمن حميد بعد طبعا فوز النادي الاهلي على البنك الاهلي. شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. برهان طمان زميلتنا من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا الحقيقه.
عبد الرحمن حميدي النهارده كان نجم اللقاء الحقيقه بدون يعني منازع، اداء جيد في ستابيليتي في الملعب حاجه ما شاء الله، وشفنا يعني دعم عبد الرحمن طه ليه برده في ارض الملعب وازاي كان بيوجهه، يعني في روح كويسه جدا بين حراس الملعب. خلينا نروح لزميلنا كريم احمد واستكمالا للقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين، اتفضل يا كريم. بجد التحية لك من جديد كابتن هيثم السعيد، انا معايا طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي الحقيقه عمر كاستيلو، برحب بيه النهارده. عمر مبروك النهارده الفوز بالنسبه للمباراه، اداكوا اكثر من رائع الحقيقه مع فريق النادي الاهلي، لكن احنا بينقصنا التوفيق، لو معانا التوفيق الحمد لله بنكسب. حابب تقولي النهارده على الجيم وشايف الاداء النهارده؟ طبعا الحمد لله، اول حاجه الله يبارك فيك كريم، برحب طبعا بكابتن هيثم وجمهور النادي الاهلي على شاشه قناه النادي الاهلي. الحمد لله طبعا على الاداء النهارده، مكسب محترم قدام فرقه محترمه فرقه البنك الاهلي، ادينا كل فرقه، ادينا الفرقه النهارده احترامها، ادينا بشكل كويس زي ما شايفين السكور كان كويس، بنحاول احنا بنبقى كل ماتش احسن من الثاني عشان ربنا يكرمنا وان شاء الله نكسب. يعني كل مباراه بيبقى لها ظروفها، مش معنى ان احنا تعادلنا مع سبورتنج يمكن الاداء النهارده السكور كبير وواضح ان في تركيز كبير، لكن الدور ده كان مهم بالنسبه لكم بالنسبه للجهاز الفني، الجهاز الفني اتكلم معاكم ازاي عشان نقدر نتخطى التعادل في المباراه اللي فاتت؟ لا هو بعد ماتش سبورتنج خلاص ماتش خلص تعادل، ماتش مش هيرجع تاني، فخلاص مش هنبدا نفكر فيه كتير او ما نركزش فيه كتير عشان ما نقعش بعد كده. الماتشات دايما بتبقى اللي بعديها بتبقى اهم، يعني عندنا البنك الاهلي النهارده، عندنا الجيش، عندنا الزمالك، فالماتشات دايما بتبقى اللي بعديها اهم. اتكلمنا ان احنا نركز في الماتش النهارده، خلاص نسينا ماتش سبورتنج، صححنا اخطائنا فيه، ما نسيناهوش اللي هو خلاص مالوش لازمه، لا بالعكس صححنا اخطائنا اللي كانت موجوده عشان ما تحصلش النهارده، بنقللها، مفيش حد ما بيغلطش، الاخطاء لازم تقل شويه عشان ما يحصلش زي ما حصل في ماتش سبورتنج. هو ده اللي اتكلمنا فيه، اتكلمنا ان احنا لازم نجهز نفسيا كويس للماتش دوت او نكمل الدوري، ما ينفعش نقف عند نقطه معينه. من المميزات ان ما بيغيب من عندنا حد، ما بنحسش بان في غيابات، عندنا قيمه كبيره الحقيقه اسلام وغيره طبعا غايبين عن الفريق، لكن هي دي ميزه النادي الاهلي اكيد. طبعا غياب كابتن اسلام غياب مؤثر، بس خلاص احنا بنقول طبعا الاهلي بمن حضر، فكابتن اسلام طبعا ربنا يرجعه بالسلامه. وجوده مهم في الفرقه ككابتن فرقه، كراجل كبير في الملعب، كبير جوه الفرقه، بس خلاص مش هنقف عند كابتن اسلام، يعني كابتن اسلام المفروض ان يبقى في بدائل جاهزه او ناس موجوده جاهزه انها تؤدي الدور واحسن كمان، ده هو ده اللي احنا اتعلمناه وتربينا عليه، ان احنا كلنا ايا كان مين اللي موجود لازم يلعب ويؤدي بنفس الجديه، سواء كابتن اسلام موجود او مش موجود، اي حد فينا مش كابتن اسلام لوحده، انا كابتن ابراهيم مصري، اي حد كبير كعادل، اي حد موجود في الملعب او مش موجود في الملعب لازم الموجود يؤدي بشكل كويس. يعني كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي اللي منتظر منكم ان شاء الله كل البطولات اللي جايه مع المجهود الكبير اللي بتبذلوه، مساندتهم مهمه جدا يا عمر ليكوا، حابب تقول لكل جمهور النادي؟ طبعا لا بشكرهم طبعا على مساندتهم، وبتمنى ان هم يكملوا في كده مساندتنا ودعمنا، وبوعدهم ان احنا بنبذل اقصى قوه عندنا، ما حدش فينا بيأثر خالص في حاجه، كل واحد بيعمل دوره وبيعمل اللي مطلوب منه او اللي بيطلبه الجهاز الفني عشان نقدر نكسب، ما بنأثرش في حاجه، فنطلب منهم بس الدعم والمسانده، وطبعا نفسنا يبقوا موجودين تاني في المدرجات، يعني حاجه هتبقى فتفرحنا احنا وتبسطنا. حبيبي شكرا. بنشكر اكيد عمر كاستيلو احد نجوم فريق النادي الاهلي، فوز كان مهم جدا النهارده بالتاكيد يا كابتن هيثم، مع كمان الفتره اللي جايه ان شاء الله تكون المباراه اصعب مع توالي المباراه والقرب بقى بشكل كبير جدا من المرحله النهائيه في بطوله الدوري، لكن ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لكابتن طارق محروس، كابتن اشرف عواد، كل اللاعبين ان شاء الله باذن الله، ويستمر النادي الاهلي باداء واصراره واخلاصه الكبير، ونقدر ان شاء الله باذن الله ان احنا نرجع من جديد بطوله الدوري اللي تكون داخل دولاب بطولات النادي الاهلي. زميلنا كريم احمد من صاله الامير عبد الله الفيصل، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وخليكم